بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحبائي طلاب وطالبات الثانوية العامة. عدنا يا شباب إلى تكملة مراجعة قصة الأيام بطريقة الخرائط الذهنية. كنا رجعنا الجزء الأول وهو يتمثل في الثلاث فصول الأولى، وقسمنا الثلاث فصول الأولى إن الفصل الأولاني كان بيتكلم عن المكان، والفصل الثاني والثالث كان بيتكلم عن البرنامج اليومي للصبي. وقلنا ان الجزء الثالث هيتكلم عن معظمه طبعا او مفتاح السر فيه عن الشخصيات التي يعني طه حسين عاصرها وكان يتحدث عنها، فملأ هذا الجزء حكايات طويلة عنه. وكالعادة قبل ما ندخل في جزء الشخصيات احب نقول الرؤية العامة للشخصيات، واحيانا كان بيتكلم بالمجموعة يعني بالجماعات، ما يتكلمش بشخصية باسم شخصية. فتعالوا نشوف الخريطة الذهنية دي هتغنينا عن كلام كتير قوي. صلوا على النبي كده بقى وسموا بسم الله وتوكلوا على الله. نشوف كده الشخصيات معانا قدامنا اهوت، قدامنا متقسمة اشخاص وجماعات. نمسك الاشخاص الاول اللي على اليمين دولت اسماء الشخصيات اللي هو محمد عبده والشيخ بخيت وابو خطوة وراضي والقاضي وكاتب القاضي وعطية شيخ عطية يعني ومحمد ابو احمد. دي اسماء شخصيات ذكرت بالاسم فقط دون وصف طويل. انما بقى الشخصيات اللي على الشمال اللي قدامك دي، الحاج علي وشاب العجيب وصاحب الفرجية والاستاذ القديم الجديد واستاذ المنطق والشنقيطي والمرصفي، قدامك دي 2 4 6 7 شخصيات اسهب واطال الكاتب في وصفهم. هذا مما ملأ الجزء الثاني بالكلام. يعني انت لو انت دلوقتي عارف السبع شخصيات دولت ايه اوصفهم، يعني تكاد تكون حققت تلتين اللي فاضل في الجزء الثاني. نيجي بقى برضو من ضمن الحاجات اللي تساعدنا واحنا بنلم القصة، ان الكاتب احيانا بيتكلم عن شخصيات مش اسماء مش افراد، بيتكلم عن مجموعات، زي مثلا الفتى الازهري واصحابه. ايضا اوساط الطلاب واغنيائهم اللي هما كانوا بيحاولوا يحتكوا بالشباب اللي هما الفتى الازهري واصحابه. ايضا نلاحظ ان من ضمن الجماعات اللي كان بيذكرها او يشير اليه اهل القريه. لو تفتكر في الفصل العاشر لما كان تمرد الصبي، لما كان نزل القريه ويظن بقى ان اهلها قابلوه بالترحاب زي اخوه غيره، لكن لم يعني يفلح يعني في ذلك، يعني مفيش حد عبره يعني من الاخر. يعني شيوخ الازهر، شيوخ الازهر دولت اللي هما مش بقى الشيخ راضي ومحمد عبده، لا، في ناس كده كان الكاتب يقول عليهم شيوخ الازهر، اللي هما لو تفتكر كانوا بيعترضوا على الامام محمد عبده، وكانوا بيرفضوا التعاليم والتقاليد او ثورته على التقاليد الازهريه. فدول اسمهم شيوخ الازهر اللي الكاتب طه حسين لم يذكرهم بالاسم وانما ذكرهم بالايه، بالمجموعه. ايضا من ضمن اللي احيانا يتحدث عنهم بصوره جماعيه هي اسره الايه، شباب اسره الصبي. اذا دي الرؤيه العامه للشخصيات، هنقسمهم لأشخاص وجماعات، والأشخاص هنقسمهم لمجرد أسماء ذكرت وشخصيات وصفت والجماعات وأثرها. طبعا ده بيريحني جدا أثناء بقى ما أنا إيه، ما أنا شغال، ما بيعتبرش كله شخصيات كله شخصيات كده. ده عن الرؤية العامة. تعالوا بقى نروح للتفاصيل المهمة ونمسك كده إيه فصل فصل كده. نمسك مثلا الفصل الرابع أهو. بص الفصل الرابع قدامي اللي هو معظمه بيتكلم عن مين؟ لو تفتكر بيتكلم عن الحاج علي الرزاز. تعالى نمسك كده بقى اول حاجه كده بيبدا الفصل ده، فاكر بالصوتين الغريبين اللي هو صوت انساني متهدج وصوت العصا الغليظه، والصبي كان بيحتار وبيخاف من الصوتين دول ويحتار في امرهما. ففضل مستني لغايه ما عرف بعد كده قصه ان الصوتين الغريبين دولت، الصوت المتهدج وصوت العصا الغليظه، دولت بتوع مين؟ بتوع الحاج علي. فصل. نيجي بقى الصبي يصحى مبكرا في يوم الجمعه، بقى ده يوم مختلف. لو تلاحظ برضو عايز اربط لك الحته ديت بالبرنامج اليومي، تلاحظ ان هو في الفصول السابقه الثاني والثالث حكى لنا البرنامج اليومي بتاع من السبت للخميس، من السبت للخميس لا كلهم يقوم الفجر، يروحوا الضحى، يرجعوا الضحى، يقعدوا الظهر، العصر، المغرب، العشاء. انما بقى صباح يوم الجمعه ده اللي انا عايز اكمل لك بقى بيه البرنامج اليومي بتاعه. يوم الجمعه مختلف ليه بقى؟ لانه ما بيصحوش مبكرا، الفتى الازهري واصحابه ما بيصحوش مبكرا، بينما يظلون نائمين الى ان تسطع او تشرق الايه، تشرق الايه، الشمس. وكان الصبي بيصحى مبكرا، وكان يعني يستحي انه يتحرك حتى لا يوقظ اخاه، فكان حساس جدا وعنده حياء شديد جدا. الحقيقه بقى يوم الجمعه ده كان الصبي يصحى مبكرا، والفتى الازهري ينام حتى الضحى، والحاج علي يوقظ الشباب طبعا بالغزوه الضاحكه اللي كان بيعملها ديت، ان هو يجي بالعصايه ويخبط على اول باب وبعدين ياخد اللي جواه وبعدين يروحوا يخبطوا على الباب اللي بعديه وهكذا. فتخيل اخر غرفه دي بقى يعني كم واحد بيصح الراجل اللي نايم ده يعني، او الشاب اللي نايم. وهم طبعا كانوا بيضحكوا وتكاد جنوبهم تتفتق من الضحك على هراء الحاج علي وعلى هذه الطريقه الغريبه التي كان يوقظهم بها. هم كانوا يعني يحبون ذلك، يعني يحبون ذلك منه يعني.
ايه الحاج علي ده بقى؟ الحاج علي ده الحقيقه عشان تكونوا فاهمين يعني رجل له مواصفات، وصفه بعده مواصفات. بص قدامك كده، اولا في السبعين من عمره، قوي الجسم معتدل القامه نشيط. ملاحظ انا مجمع لك الصفات الجسديه مع بعضها. بص انا لما بتيجي توصف عمره، توصف جسمه، بتوصف شخصيته، بتوصف صوته، بيوصف في الاخر ايه يا شباب، بيوصف مهنته بقى اللي كان ايه اللي كان بيشتغلها. هو اصلا اسكندراني وكان بيبيع رز، عشان كده سموه علي الايه الحاج علي الرزاز. لكنه لما تقدمت به السن ترك التجارة او تركته التجارة، واشترى بيتا في الرابع يغل عليه، يعني يربح منه، يعني يدر عليه مبلغا من المال كان يعيش فيه من في القاهرة. بالنسبة بقى لردود افعاله وعلاقاته الاجتماعية مع الناس، بيقول لك اسرع الناس خاطرا واطولهم لسانا واشدهم غيبة. يعني كان هو شخصية مزدوجة عجيبة جدا، رغم ان هو كان بيروح يصلي الفجر ويقيم الليل ويقول للشباب انتوا كفر عشان ما قمتوش صليتوا الفجر، بيهزر يعني. الا انه كان غريب جدا، كان احيانا تسمع منه البذاء، كلمة البذاء أي الكلمات النابية والسب الغريب اللي كان بيشتمه والكلام الفارغ الذي كان يقوله، وكان الشباب يضحكون على هذا الكلام لكنهم لم يكونوا يرددونه معه. فالحقيقة الحاج علي دي صفاته. بص عشان أنا لملك الدنيا تاني، لما جه وصفنا إيه شباب عمره، وبعدين وصفنا إيه جسمه، وبعدين وصفنا إيه صفاته العقلية والشخصية يعني، وبعدين وصف صوته. طه حسين بقى تقريبا معظم الشخصيات اللي تناولها كانت مسألة الصوت دي عنده عارف كيف يعني، لأنه طبعا تعرفه معتمد على حواسه، معتمد على السمع. فكان يقول لك صوت متهدج، يقول لك صوت عنيف، يقول لك صوت رفيع، صوت قوي، مش عارف. حتى طريقة الكلام كمان نفسها، طريقة نطق الحروف، لما زمان شوف مع صاحب الفراجية كان بيقعد يوصفها. طيب ده صفات الحاج علي، وقلنا مهنته، وفي الاخر عرفنا ان هو ايه علاقاته الاجتماعيه الغريبه او طريقته في الكلام مع ايه مع الناس. ده عن الصوتين الغريبين ويوم الجمعه والحاج علي. طيب ماذا عن علاقه الحاج علي بالشباب؟ احنا عارفين الحاج علي زي ما قدامك كده، احب الحاج علي منهم جدهم في العلم وامتيازهم وذكائهم ونجاحهم. الحاج علي واضح انه كان بيحب الناجحين يعني. كمان كان يقيم معهم يوم الجمعة فقط حتى لا يعطلهم عن الايه عن الدراسة، على قد ما بيهزر كده لكن ما بيدخلش الهزار بقى في الايه في الجد يعني، لا الجد جد والهزار هزار. فكان يسيبهم طول الاسبوع ما يجيش جنبهم خالص، ويوم الجمعة الوحيد اللي كان يقضي معهم اليوم الظريف اللي الكاتب حكاه لنا ده. طب هم احبوا منه ايه بقى؟ لماذا يعني هو احب منهم ذلك؟ ما هو ليه؟ ما هو انا لما اقول لك كيف نشأت العلاقة بين الشباب وبين الحاج علي، هتقول لي اكيد ان الحاج علي عجبه حاجة في الشباب والشباب عجبهم حاجة في الحاج علي. طب الحاج علي عجبه فيهم ايه؟ جدهم وذكائهم ودراستهم. طب هم احبوا ايه في الحاج علي؟ حبوا فيه انه كان يفتح لهم بابا من اللهو لم يكونوا يستطيعون ان يفتحوه بدون الحاج علي. فكان الحاج علي ياتي ويصب هراءه وبذاءه وكلامه الغريب، وكانوا يضحكون مما يقول، وتكاد جنوبهم كما قلنا تتفتق من الضحك، ولكنهم لم يكونوا ابدا يرددون ما يقوله. فدي كانت حاجه مزيج غريب، رغم ان هم بيضحكوا على البذاء ده الا انهم كانوا لا يقولون هذا الايه هذا الكلام. فكانوا يضحكون على كلامه ولا يعيدون شيئا من بذائه. طيب سبب تميز الشباب، الحقيقه بقى طه حسين اشار لنقطه كده وهيكملها برضه في الفصول اللي جايه، لماذا كان هؤلاء الشباب متميزين عن اقرانهم في الازهر؟ لحاجتين. الحاجه الاولانيه اللي ذكرها قدامي، كظم الشهوات. يعني ايه كظم؟ كظم يعني كتم، يعني كظم يعني كتم وتحكم. والشهوات الرغبات، يعني انت وانت قاعد بتذاكر بيجي لك رغبات، عايز تاكل، عايز تقوم تخرج، عايز تعمل مش عارف ايه، عايز تقوم تتكلم في التليفون، عايز رغبات، وانت بتذاكر الرغبات دي تقعد تتنطط حواليك كده. هم بقى كان عندهم قدره على كظم هذه الرغبات، كانوا لا يقعد وكان يصبر. ناس كتير جدا تقول لي انا ما بعرفش اقعد على الكتاب. ايوه، ما هو انت ما عندكش اراده، ما عندكش صبر، انت نفسك دي لو مره واثنين وثلاثه أدبتها تتأدب، صح ولا لا؟ فاذا الشباب الكظم الشهوات ده كان عندهم، وكان ده من ضمن اسباب تميزهم. غير كده كمان اخذ النفس بالوان من الشده، يعني مش كظم الرغبات بس، كمان لا ده تحمل كمان الايه المشق، فجعلهم لذلك يتفوقون على اقرانهم فين في الازهر. الصبي ايه موقفه من الحاج علي؟ يعني احنا عرفنا موقف الشباب، طب موقف الصبي ايه من الحاج علي؟ على فكره في جمله كده مهمه، كان يستثقل ظله، يعني ما كانش بيحبه ولا كان بيحب الكلام اللي بيقوله، رغم انه كان احيانا يضحك على بعض الكلام الصبي يعني، الا انه ما كانش بيحب الكلام اللي الحاج علي بيقوله، ولا هذا البذاء ولا هذه الشتيمه، وكان بيتعجب اصلا كمان من ايه؟ من موقف الشباب اهو، كان يتعجب من طلبهم العلم وتهالكهم في الهزل. وهو بقى قرر انه لما يكبر لا يكون مثلهم، ودي دليل على انه هو ما كانش امعه. يعني ايه امعه؟ يعني انت عارف في ناس كده يعني مع
زيهم، لو في وسط ناس محترمين تلاقيه يدعي الاحترام مثلهم. طبعا دي مش شخصية، دي يعني كالحرباء يتلون على كل لون، فهذا ليس يعني ده منافق. إنما الصبي هنا يعني قرر أنه سيأخذ الجانب الجاد وليس الجانب الهزل، ودي بتدل على شيء في شخصية الصبي. نيجي بقى لمعركة إعداد الطعام بقى. انت عارفين الافطار بقى كان يقعد يحكي بقى على بياكلوا، مش شرط بقى يا جماعه اعرف انهم كانوا بياكلوا ايه، وبقى بياكلوا الفطير وبياكلوا مش عارف السمن وبياكلوا مش عارف، مش شرط الكلام ده يا جماعه، انهم كانوا بيتجمعوا كل واحد عنده شيء من الطعام كان ياتوا ياكلوا. انما بعد ما يفطروا كانوا يعدوا للغذاء، لانه طبعا بياخد وقت طويل على بال ما يفكروا هيشتروا ايه، وبعد ما يشتروه مرحله اعداد الطعام طبخ الطعام، ثم في المرحله النهائيه اللي هي اكل الايه اكل الطعام. فاذا كانت بتمر الافطار اعداد الغداء وبعدين المعركه الضاحكه اللي كانت على الطعام، وكان الصبي بيقعد طبعا خجول جدا في هذه المعركه، لانه طبعا كان بيخشى تساقط هذا المرق وهذا الالوان الطعام على ملابسه. ولكن حاج علي الحقيقه كان بيغريه وكان يشجعه، وكان الكل يغريه ويشجعه، وكانت تحدث المعركه الضاحكه الجميلة اللي الصبي لما كبر كان عما بيفتكرها برضو بيضحك ليها. طب يا ترى الموضوع ده انتهى ازاي بقى؟ ايه اللي حصل يعني في الاخر؟ الحقيقة الحاج علي ده مات، بس له قصة. يعني الاول تفرقت الجماعة، يعني بكده بقى بينزلوا اجازات ما بيرجعوش لنفس الغرفة تاني، بيتفرقوا، ده راح هنا ده راح هنا. دايما معروف ان الزمالة العلمية ديت بتتفرق غالبا بعد الايه؟ بعد الدراسة. فتفرقت الجماعة، وبعد ذلك خبر جاء خبر موت الحاج علي، فاسترجع الشباب يعني قالوا إنا لله وإنا إليه إيه راجعون. الحقيقة في حتة غامضة في نهاية الفصل ده، إن الصبي بيقول أنا شعوري اتغير تجاه الحاج علي بعد ما عرفت إن هو كان بيدعي لأخويا. أخوه مين يعني؟ أكيد الشاب الطبيب بقى، شاب الطبيب فاكرينه اللي مات بالكوليرا. طب الحاج علي يعرفه منين؟ الحاج علي في مصر. يبدو ان حصل يعني دردشه كده بينهم، فالحاج علي عرف ان كان لهم اخ طبيب فدعاله وهو في مرض او على فراش الموت، فده رقق قلب الصبي ناحيه الحاج علي، فقال رحمه الله على الحاج علي. اذا الصبي اعلن في منتصف الفصل الرابع ده ان هو بيستثقل ظل الحاج علي، لكن بعد ذلك تغير موقفه من الحاج علي. فالحقيقه دي الخريطه الذهنيه قدامنا اهوت، الفصل ده كله عباره عن بين وموقف الصبي منهم. وبعدين يوم الجمعة انه مختلف عن باقي، هو اليوم الوحيد اللي بيطول في النوم. وبعدين الحاج علي وسماته وعلاقة الشباب بالحاج علي وتميز هؤلاء الشباب، وده كان داعي لاستغراب الصبي بين جمع تهلكهم على العلم واقبالهم على الهزل. وقرر الصبي في النهاية الا يكون مسلم عندما يكون في سنهم. ومعركة الطعام بقى او قصة الطعام كلها اللي بتبدأ بالافطار، ثم المعركة الضاحكة واعداد الطعام، واخيرا موت الحاج يا شباب الحاج علي. ده الفصل الرابع. كده الفصل الرابع تم بحمد الله. تعالى بقى مع بعض نشوف الفصل الخامس. الفصل الخامس بقى بيتناول شخصية جديدة. احنا كده خدنا مين؟ خدنا الحاج علي. تعالى الدور على مين؟ على الشاب العجيب. وبعديه مين؟ صاحب الفراجية، الاستاذ القديم، استاذ المنطق، الشنقيطي، المرصفي. معلش انا بحفظك كده علشان ايه؟ يعني تبقى قاعد بتذاكر وبتحفظ في نفس الوقت. طب احنا خدنا خلاص الحاج علي؟ صح كده تمام. ها الشاب العجيب. تعالى نشوف ما قصة هذا الشاب العجيب اللي كان بيرافقه معاه. الاول احنا هنقول الشاب الازهري العجيب، وبعدين غرور الشباب العلمي، وبعدين ارتقائهم تلاميذ الامام اجتماعيا، ارتقائهم اجتماعيا، وبعدين في الاخر ازمه سياسيه، يعني علميا واجتماعيا وسياسيا. بص هنتكلم هنا على ثلاث حاجات، هنتكلم الاول عن صفات الشاب العجيب الغريب ده، وبعدين نتكلم عن حاجه علميه، وبعدين نتكلم عن حاجه اجتماعيه، وبعدين نتكلم عن حاجه سياسيه. هذا الفصل قدامك، وحتى كلمه علمي واجتماعي وسياسي ممكن تربط لك الفصل شويه. ايه بقى حكايه الشاب الازهري العجيب ده؟ بصلى على النبي. الشاب الازهري ده بقى كان اولا ضيق العقل، متوسط ضيق العقل، صوته مضحك، واسع الثقه بالنفس. يعني رغم ان هو ضيق العقل كان واسع الثقه بالنفس، وده من ضمن دواعي الضحك. يعني واحد تلاقيه غبي جدا ومع ذلك يظن انه ذكي جدا، فده منتهى التناقض اللي بيدعو للضحك يعني. لكنه صوته كمان، شوف صوته برضه، بص يعني كان الحاج علي كان بيقول لك صوته متهدج عشان متقطع يعني عشان راجل كبير، انما الشاب العجيب ده بقى كان صوته ماله يا شباب؟ قلنا مضحك، كان لما تسمع صوته تضحك يعني. كمان كان يحضر بعض الدروس الا درس اصول الفقه، يعني بدا بقى بايه؟ عشان يديلك بعض المعلومات عنه عشان تستنتج انت الشخصيه يعني. كان كسول شويه. درس الاصول طبعا كان بيبقى الصبح الفجر، هو كان مؤثرا لراحته، وكان لا يحب ان يتيقظ مبكرا. كان الشباب كلهم يقوموا طبعا بجد جري على هذا الدرس، الا انه كان يفضل النوم. وكان يحضر بعض الدروس قلنا، كان يشارك الشباب في كل شيء الا الفهم. كان يشاركهم شايهم، ويشاركهم طعامهم، ويشاركهم زياراتهم، ويشاركهم الاستماع للدرس، لكنه كان لا يشاركهم ابدا الفهم، وكان لا يفهم
مثلهم. كان يساعد الشباب ماديا لو نفتكر. ليه؟ لان الشباب كانوا بيمروا احيانا ببعض الازمات الماديه زي ما انت عارف، ولما كانوا يطلبوا منه فلوس كان هو اسرع الناس استجابه واطولهم يدا واصبرهم على الشباب. يعني لما كانوا يحتاجوا حاجه كان ادالهم بسرعه وكان يصبر كمان على رد هذا المبلغ، فحمدوا له ذلك. يعني هما كانوا ليه بقى؟ هو دي سر العلاقه بينهم. يعني رغم الفارق في الذكاء والفارق في العلم والفارق في حاجات كتيره جدا، الا انهم قبلوه ان يستمر معهم ولمصلحه من الاخر يعني. لكن ما كانوش بيضحكوا عليه عشان نكون فاهمين، هم كانوا بيستلفوا منه وكانوا بيرجعوا له الفلوس تاني. يبقى دي كانت سر قبول الشباب لهذا الشخص العجيب. ومواقف من المواقف بقى العجيبه اللي بتدل على قصر ذكائه وضيق عقله، موقف البحر البسيط. هم كانوا بيعملوا منافسات ما بينهم في القصه دي بقى، ان هو ده يقول له ها، يقول له بيت شعر، يقول له ده بحر ايه، يقول له ده بحر الكامل، برافو، ده بحر ايه، لا غلط، وهكذا. كان منافسه يعني. فهو الشاب ده كان ليه قصته زي ما انت قريتها، اللي هو لما كان يقول لهم كل حاجه البحر البسيط كانوا يقعدوا يضحكوا ايه، يضحكوا عليه. وهذه القصه تدل على سذاجه عقل هذا الايه، هذا الشاب. طبعا ايه اللي حصل للشاب ده؟ انه ترك العلم نهائيا او تركه العلم. يعني تحصل ليه عباره كده غريبه، يقول لك ايه، ترك العلم او تركه الايه، او تركه العلم. واضح طبعا ان العلم هو اللي تركه، استعاره مكنيه يعني، يعني مش قادر يعني، ما قدرش يكمل معاهم وما عادش بيحضر معاهم ولا درس، واكتفى فقط بمشاركتهم الايه، الشاي والاكل وغير ذلك. ده التعريف المبدئي عن مين؟ عمك اخينا ده الشاب الايه، الشاب العجيب. طيب يا ترى غرور الشباب العلمي، غرور الشباب العلمي على فكره يحتوي جواه اسباب تميزهم العلمي. يعني هم بنعرض اسباب تميزهم العلمي، هو ده اللي خلاهم يتغروا شويه يعني. يعني علاقتهم بالامام محمد عبده ده كان من ضمن اسباب دواعي فخرهم يعني. كان محمد عبده ده كان مشهور قوي في ايامه، وكان اللي يعرفه يقول انا اعرف الامام محمد عبده، الامام محمد عبده يعرفني يعني. كمان مش الامام محمد عبده بس، ده هناك كمان الشيوخ الافزاز المشهورين في الازهر زي ما قلنا قبل كده، امثال الشيخ بخيت والشيخ راضي والشيخ ابو خطوه. ولما كانوا يتحدثوا عن هؤلاء الشيوخ كانوا يملؤون الفم بذلك يعني. كمان كانوا بيلازموا شيوخهم بعد المحاضره، يعني كانت كل الطلاب تشوف الشباب ده وهو ماشي مع الشيوخ دي بعد المحاضره، يروحوا يقعدوا معاهم في بيوتهم حتى كمان، او يقعدوا معاهم في جلسات خاصه يناقشوا بعض الامور. وكان الشيوخ يعني يقبلون ذلك لانهم يعلمون ان هذا الشباب جاد وواعي، وكانوا يشركونهم معهم في البحوث. فكل ذلك اعطاهم شهره بقى. يبقى بص، امام محمد عبده، الشيوخ ديت، قرب هؤلاء الشباب من هذه الشيوخ، شهر هؤلاء الشباب في الازهر بالتفوق والايه والامتياز. تمام. بدا حتى اوساط الطلاب بقى نتيجه هذا التفوق الامتياز، اوساط الطلاب والاغنياء يلتمسون العلم عند هؤلاء الايه، عند هؤلاء الشباب. تمام يا شباب. طيب، يبقى سعي اوساط الطلاب عندهم يلتمسون الايه، العلم والواسطه كمان، ده مش العلم بس، ده كانوا ساعات بيلتمسوا عندهم الايه، الواسطه. يعني علشان مثلا لو واحد حد عايز حاجه، مثلا لو حد مثلا عايز حاجه من الشيخ بخيت ولا الشيخ راضي ولا فلان، كان يقول له النبي روح توسط لنا عند الشيخ فلان. فده كان طبعا بيعمل لهم نوع من الايه، نوع من التميز. كمان الشاب العجيب ده، الشاب العجيب ده بقى كان بيغري ذلك، هذا التفوق العلمي وهذه الشهره كان يغري ذلك، فكان يحب ان يقال انه من هؤلاء الايه، من هؤلاء الشباب. يبقى درسنا ايه كده يا شباب؟ درسنا صفات الشاب الازهري، ودرسنا غرور الشباب الايه، العلمي. تعالوا نتكلم بقى عن اجتماعيا، مش انا قلت لك ان احنا نتكلم علميا واجتماعيا؟ طب تعالى بقى نتكلم عن اجتماعيا، ارتقاء تلاميذ الامام اجتماعيا، ايه اللي حصل؟ اللي حصل طبعا بسبب جدهم في العلم ورضا الامام عنهم، ده خلى اتصل الشباب الاغنياء يتصلون بهم ويلتمسون عندهم الايه؟ العلم. وهم ما كانوش بيفخروا، انتبهوا في الحته دي، هم ما كانوش بقى، الشباب دي كان فيهم ميزه انهم كانوا لا يفخرون بذلك، وكانوا يقولون إن كانوا يتميزون عننا بالمال فإننا نتميز عنهم بالعلم، والعلم أهم من المال. فهم يرون أنفسهم أغنى من هؤلاء الإيه؟ الأغنياء، ولا يفتخرون ولا يتحدثون عن مثل هذه الزيارات. مين بقى اللي كان يرى المجد، كل المجد في هذه الزيارات؟ الشاب العجيب. فهو عشان كده كان ملازم لهؤلاء الإيه؟ الشباب. عرفنا ارتقائهم من الناحية الإيه؟ اجتماعية. أخيرا بقى الحتة السياسية، تعالى بقى نشوف الحتة السياسية دي بيقول لك إيه؟ بيقول لك حصل إن الإمام محمد عبده أزمة سياسية كبيرة وخرج من الأزهر، اعترفت من الأزهر يعني، وانتشرت اضطرابات ومظاهرات شديدة جدا ما بين الشباب بسبب الإمام محمد عبده. وبعدين اكتشفوا خيانة هذا الشاب العجيب، أنه كان ينقل كل شيء إلى المحافظة، المحافظة كان يعني البوليس يعني.
وانقطعت الصلة من الشباب انقطعت الصلة بين الشباب العجيب وأصدقائه الشباب. طبعا لما عرفوا أنه كان خاين طردوه شر طرد من ما بينهم، وانتقل هذا الشاب إلى غرفة بعيدة في الرابع. ثم جاء الناعي يعني المخبر بموت هذا الشاب وأخبرهم بأنه قد مات. ده عن الفصل الخامس. وانتهى الفصل في بالاساس بوصف هذا الشاب الايه العجيب. وكما قلت لك في بدايه الفصل ان احنا اتكلمنا عن صفات هذا الشاب وبعض سماته، يعني كان في حته كده انا قلتهاش اللي هي بتاعت ان كان عرض خدماته على الصبي، لكن الصبي رفض طبعا ان هو الشاب العجيب ده يقرا له، لانه عارف ان الموضوع كله هيبنى على الايه على السخريه والضحك، وهو ما بيحبش لا يسخر من حد ولا يضحك على ايه ولا يضحك على حد. ده عن الفصل الايه يا شباب، الفصل الخامس. تعالوا بقى نروح للفصل السادس. الفصل السادس يتكلم عن مين؟ ها تعالى نرجع معلش كده بسرعه. الفصل السادس يتكلم عن مين؟ لو تفتكر احنا قلنا الحاج علي الشاب العجيب. هنتكلم دلوقتي الشخصيه الثالثه اليمين، صاحب الفرجيه. الله ينور عليك. انا عارف ان الخريطه ديت ما كانتش موجوده في الكتاب الاولاني اللي هو الكتاب اللي انا انتوا نزلتوه يعني، لكن الخريطه دي اللي عايز ينزلها من الممكن جدا ينزلها من على صفحه الفيسبوك بتاعتي. وفي في الاخر برضو خريطه جميله قوي عن كتب اللي ذكرت في قصة الأيام، هنستعرضها في النهاية إن شاء الله. تعالوا بس نروح للفصل الإيه؟ الفصل السادس. إحنا قلنا الفصل السادس ده معظمه بيدور حوالين الأستاذ صاحب الفراجية، الأستاذ الغريب ده اللي كان بيعلمهم النحو بطريقة جديدة، لكن هو كان ليه شخصية غريبة أوي. تعالوا بس الأول نشوف أول حاجة. قلنا الصبي هو بدأ الفصل كده إن الصبي بيتعلم من الربع ومن الأزهر. الحتة دي أنا عايز أقول طه حسين عايز يقول إيه في بداية الفصل السادس ده؟ عايز يقول زي ما أنا يا جماعة شخصيتي العلمية بتنمو وعقلي بيزداد معلومات من دراستي في الأزهر، أنا برضو شخصيتي الاجتماعية بتنمو وبعرف حاجات كتيرة قوي حواليا. فأنا النمو العلمي والنمو الاجتماعي بيعرضه لنا. النمو العلمي منين؟ من الأزهر. والنمو الاجتماعي ما بين الناس منين؟ من الربع. دي كانت بداية كده في هذا الايه الفصل. تعال بقى تعال بقى نشوف عمك صاحب الفرجية ده بقى وصفاته العجيبة كده. زي ما قدامك كان في الأربعين من عمره، شفت نفس القصة برضو كان الحاج علي كان قال ايه في السبعين من عمره. طب من الشاب العجيب ما ذكرش عمره، لكنه ذكر يعني انه كان اكبر من الشباب بعض الشيء. صلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان ذكي، ما كانش بقى ضيق العقل زي التاني. شوف المقارنات دي برضو تفكرك، كان ذكي لكن ذكاؤه مقصور على العلم. يعني الذكاء هو الراجل ذكي قوي في كل حاجه، في عفوا، لكن ذكائه كان مقصور على الايه شباب، على العلم. ساذج اجتماعيا، يعني كان عنده سذاجه اجتماعيه كده، ما كانش بيعرف يتعامل مع الناس. ومن ضمن السذاجه ديت انه كان محب للذات الماديه وخصوصا اللحن، مشتهر عنه ذلك. يعني صوته متهدج متكسر، يقطع الحروف برضه متهدج يعني متقطع. لبس الفرجية متعجلا، فاكرين الفرجية دي عباية خضراء، عباءة خضراء لا يلبسها إلا الكبار من العلماء بعد أن يقضوا فترة طويلة في التدريس، فيأتي كبار العلماء يهدونهم هذه الهدية باعتبارها تميز في الأزهر يعني. لكن هو طبعا عمل إيه، راح لبسها من نفسه كده، يعني إنسان عجيب يعني. فطبعا يمشي حافيا في نعليه مهرولا. كل دي صفات تدل على أنه كان شخصية عجيبة أوي يعني. من ناحية العقلية هو ذكي، لكن من ناحية الاجتماعية كان يسير الضحك. طب منهجه في التدريس مهم أوي بقى، حكاية منهجه دي صلى على النبي. منهجه تأثر بتعاليم الإمام محمد عبده لكنه لم يكن مجددا خالصا. الحتة دي مهمة يعني إيه؟ يعني هو صاحب الفرجية تأثر بالإمام محمد عبده، طه حسين قال، لكن هذا التأثر لم يصل إلى أعماق قلبه، فكان مجددا وفي نفس الوقت ايه محافظا. فلما اقول لك الاستاذ ما اقول لك الاستاذ المجدد المحافظ، هو ده لقب صاحب الفرجيه. شوف ما ذكرش اسمه لانه سخر منه في بعض الاشياء، ما ذكرش اسمه صراحه. هو ذكر لقب ليه اللي هو صاحب الفرجيه، وذكر ان هو كان ذكي ذكي علميا لكن ساذج اجتماعيا، ومنهجه كان متاثر الى حد كبير بالامام محمد عبده، لكن لم يصل هذا التاثير الى اعماق ايه الى اعماق قلب. طبعا نيجي بقى لشرح من كتب مختلفة على قدر كتاب الفلاح على نور الإضاحة. يعني كان التقليدي في الأزهر انهم يشرحوا كتاب الفلاح على نور الإضاحة، ده كان التقليدي في الأزهر. الفقه كله كان بيدرس كده. هو بقى جاب ما نفس الموضوعات اللي في كتاب
الفلاح على نور الإيضاح، وبدأ هو اللي إيه يا شباب، هو اللي يشرحها، بس من عنده هو بقى من كتب كتيرة ولم يلتزم بهذا الكتاب فقط. طلب من طلابه الاستماع والفهم وتدوين المذكرات، يعني كان من أوائل الأساتذة اللي في الأزهر اللي كانت تطالب الشباب بأن يدونوا معلومات، لأن الشباب كانوا يعملوا إيه، يفضلوا يروحوا الأزهر يحضروا للشيخ يقعدوا يسمعوا وبعدين يمشوا بس كده، اللي يفتكر يفتكر ما افتكرش ما افتكرش بقى، زي حالتك كده لما تروح حصص كتير يعني. في النحو بقى لم يشرح الكفراوي، وإنما هيأ طلابه للنحو بشرح الاسم والفعل والحرف، ودي كانت أول مرة حد يعمل كده. طبعا رأي الشباب طبعا كانوا راضين عنه جدا، لأنه ده كل ده تأثر بالإمام محمد إيه؟ محمد عبد. كان بارع كل البراعة في العلوم الأزهرية الحقيقة وطريقة تعليمها، حصل على العالمية حديثا من الدرجة الثانية، رغم إنه كان يستحقها من الدرجة الإيه شباب؟ من الدرجة الأولى. يبقى قبل ما نسيب صاحب الفرجية نعرف إن شخصيته ونتكلم عنها ومنهجه في التدريس، ونعرف في الآخر علمه ودرجته الإيه؟ العلمية. صلتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. نيجي بقى للقصة التانية في الفصل ده، الفصل السادس، وفي قصتين، صاحب الفرجية وحكيناه وخلاص. نيجي بقى لقصة انتساب الصبية لمين؟ للأزهر. الحقيقة الحتة دي كان يعني مفاجأة بالنسبة له، ودي تدل على مدى يعني استهانة أخيه بأمر الصبي. ليه بقى؟ لأنه عارفين طبعا أن الامتحان المفاجئ جه قال له خلي بالك أنت بكرة عندك كمان ساعات عندك امتحان، مش بكرة حتى، ده قال له كمان ساعات عندك امتحان. فطبعا الصبي جات له كم شعور بقى، اسمع بقى، المشاعر دي مهمة قوي لان هي الخلاصة اصلا، الخوف من الامتحان، وبعدين الحسرة لما قال له اقبل يا اعمى، وبعدين الدهشة لما امتحنه في سورة العنكبوت اول ايتين وقال له عدي، وبعدين الرضا انه نجح. انت فهمت هو عمل ايه؟ الخوف، كل ده ليه موقف. طبعا انا بكلم ناس عندها فكرة عن الفصل، حتى لو ما عندكش فكرة احفظها دلوقتي ولما تقرا الفصل هتفهم انا بقول ايه. ها، الصبي لما لقى الامتحان مفاجئ ايه اللي حصل؟ خاف زي ما اي حد ممكن يخاف من امتحان. وبعدين حسره ليه بقى لما قال له اقبل يا اعمى، والدهشه لما عرف الامتحان، واخيرا الرضا انه نجح في الامتحان مع انه امتحان بسيط يعني. الكشف الطبي بقى، الصبي ينتظر اسبوعا الكشف الطبي، لما حطه في ايده السوار لو تفتكر، وكان سال عنه قال له السوار ده عباره عن زي غويشه كده يعني، بس حاجه من البلاستيك كده يعني، ومعموله بخاتم الازهر، ودي تدل على انه اجتاز امتحان القران. فبعد اسبوع كان هيروح للكشف الايه الطبي. الصبي كان قلقان طول الاسبوع ان الطبيب ينادي يقول له ايه اقبل يا اعمى، مش كده؟ لكن الطبيب ما ناداش حد اصلا، كان الولاد بيمر عليه طابور كده، وكان كل الموضوع يبص الواحد كده يقيمه من عنده، كانش في شهاده ميلاد زمان يا ولاد، كان الطبيب هو اللي بيقيم يعني. فالطبيب قيم طه حسين ب 15 سنه، رغم انه عمره في الاصل كام يا شباب؟ عمره في الاصل 13 سنه. فطه حسين يعني بيقول لك ايه النظام ده يعني، يا ريتهم ما كانوا عاملين امتحان اصلا يعني. فده الفصل السادس ببساطه يا شباب، اللي هو حكى لنا عن نمو الصبي اجتماعيا وعلميا، وبعدين حديثه عن صاحب الفرجية ووصف الثلاث حاجات بتوعه اللي هم شخصيته ومنهجه وإيه شباب وعلمه، وأخيرا قصة انتسابه للإيه للأزهر. صلتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. تعالى للفصل السابع، يا ترى هيتناول شخصية؟ لا، الحقيقة الفصل السابع مش هيتناول شخصية، الفصل السابع هيتناول تأزم الموقف ما بين الصبي وما بين أخيه الفتى الأزهري. طبعا الصبي اهو، بص اول حاجه هنقسمه الاول شقاء الحياه على الصبي واخيه، صعوبه الحياه يعني، وبعدين بلوغ المشكله اقصاها، اخيرا انفراج الايه الازمه. الحقيقه الصبي يستقل ما كان يقدم اليه من العلم، يعني الصبي كان بيحس ان اللي بياخده من العلم ده قليل يعني. كمان ثقلت عليه وحدته في الغرفه بعد درس النحو، عارفين انه كان من الضحى لتاني يوم بيفضل قاعد فين في الغرفه، ودى لو استطاع الحركة والكلام أكثر. دي مشكلة الصبي، في قلة الحركة وقلة العلم وقلة الكلام، الثلاثة قليلين يعني، عايز تحفظها احفظها كده. كان بيشكو من إيه؟ من قلة الحركة وقلة العلم وقلة الكلام. طب أخوه بقى كان ثقل عليه كل يوم إلى الأزهر، ملزم بكده. كمان طه حسين بيقولها من باب الذوق يعني، إن أخوه ثقل عليه إن هو يشوف أخوه تعبان، فاهم يعني قال إيه يعني. بلوغ المشكله اقصاها امتى بقى؟ في قصه اللي هو الراجل بتاع السوري لما عزمهم على العشاء، والفتى الازهري ما كلفش خاطره حتى يعزم الصبي معاه زي ما احنا فاكرين، والنتيجه انه كان بكى وصوته على في البكاء، لكن الفتى الازهري عمل نفسه مش واخد باله وخرج وقفل الباب عليه ورا. وبعدين تاني يوم اشترى حلوى قد يعني يعتذر بها لاخيه.
لكن الأزمة انفرجت، عارفين لما ابن خالته هيجي، وقالوا لما جه جواب ان ابن خالته هيجي من مين؟ من السفر، ويقيم معاه في القاهرة، اللي كان ما بينهم أحلام وذكريات كتيرة وأحزان، وبالتالي فعلا الأزمة هتنفرج لأن ابن خالته كان من سنه. فالفصل ده بسيط خالص، اللي هو الفصل السابع. بقى للفصل الثامن. الفصل الثامن الحقيقه بيدرس لي الاول او بيقول لي على قوه العلاقه ما بين الصبي وما بين مين؟ ما بين ابن خالته. قوه العلاقه كان بينهم ذكريات واحلام واحزان، وبعدين بيوصف لي حال الصبي اثناء انتظار ابن خالته ثم فرحه اللقاء. يعني هو بيتناول الثلاث نقاط دول. الدليل على قوه العلاقه ما بين الصبي وما بين ابن خالته، كان بينهم ذكريات كتير. فاكر كانوا يلعبان ويصليان ويقرآن القرآن او الكتب، ويعبثان ويلهوان ويتنزهان، كلها افعال مضارعه تدل على انهم كانوا يفعلون اشياء كثيره. يعني الاحلام كان هم والشاب الطبيب الاثنين، والتالتهم الشاب الطبيب بيحلموا يسافروا للقاهره، شاب الطبيب عشان يلتحق بمدرسه الطب، والفتى والصبي وابن خالتي عشان يروحوا فين؟ الازهر. الاحزان طبعا لما كان الفتى الازهري بكل هدوء كان يقول لهم لا خليكم العام القادم، ويرجع ابن خالته حزين بعد ما قضى الصيف كله في انتظار السفر الى القاهره. ديت الدليل على قوه العلاقه ما بينهم، الذكريات والاحلام والايه والاحزان. نيجي بقى حال الصبي، حال الصبي اثناء انتظار ابن خالته. شوف بقى الحته دي على فكره انا عارف انها طويله شويه برضو بتلخبط، لكن هنقسمها. بص، في المساء، في درس الحديث، في درس الفقه، في الضحى، في العصر. يعني في المساء عارفين ان هو كان بيعاني من ظلام الغرفه، وكان بيعاني من الشقوق اللي كانت بتطلع. يوم ما عرف ان ابن خالته جاي كان ارق، لكن الارق المره دي اختلف عن الارق زمان. الارق زمان كان من الوحده ومن الهم ومن الغم، لكن المره دي الارق من الارق الفرح. ما عرفش ينام قوي عشان ابن خالته جاي بكره، فمبسوط قوي. يعني الواحد لما بيفرح قوي برضه ممكن ما يعرفش ينام. فلذلك هو ده في المساء. طب في درس الحديث، يا سلام بقى، فاكر العنعنه اللي ما كانش بيحبها سامعها طربا وغناء. ليه؟ ما هو مزاجه حلو، عشان مزاجه حلو فبيسمع كل حاجه ايه كويسه يعني. فسمع هذه العنعنه غناء وطربا، ولم يعطي اي بال لمين؟ للرجل الذي كان يشرح الايه الحديث. اما في درس الفقه بقى فاضطر يستمع، ان احنا عارفين ان كانت طريقه شرح هذا الرجل تعتمد على السؤال والجدال والنقاش، مما اضطر في الاخر الصبي ان يعني ينصت لمين؟ ينصت لهذا الاستاذ. وكان الفتى الازهري كمان موصي شويتين على مين؟ على الصبي. فكان استاذ الفقه ده كل شويه يسال مين؟ يسال طه حسين، فاضطر يسمع لدرس الايه؟ لدرس الفقه. طب في الضحى بقى، في الضحى طبعا عاد وهو هادئ قلق. ازاي يعني؟ يعني ايه استاذ؟ هادئ قلق. هو هادئ من الخارج لكنه قلق من الداخل. يعني امام الشباب وامام الفتى الازهري يبدو انه هادئ لا اثر عليه لشيء، انما جواه قلقان جدا جدا، وده يدل على انطوائه، ويدل على انه لا يبرز مشاعره ابدا امام الشاب الازهري، امام الفتى الازهري واصحابه. وعلى فكره دي مش اول مره يكتب مشاعره، يعني لما كتب مشاعره في الخوف من الغرفه ومن الظلام عشان لا يظن بعقل الظنون، ده كان موقف لكتمان المشاعر. لما كتب مشاعره في رغبته في حاجته للعلم والشاي والحديث، ده برضو كان نوع من الخجل والحياء وكتم المشاعر والانطواء. ودلوقتي حتى كمان فرحته، حتى يعني لا احزانه بيبديها ولا افراحه بيبديها، وانما كان يكتمها في ايه؟ في نفسه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. طب في العصر بقى اللي هو كان وقت بغيض بالنسبه له جدا، وكان بيضطر الى النوم البغيض، بغيض يعني لانه كان وقت بيعاني من الوحده والصوت البيبرس ومش عارف ايه، صوت جامع بيبرس وغيره، لكن هو الوقت ده بقى بالنسبه له كان طبعا اقتراب مجيء ابن خالته. ثم بقى اللقاء الجميل لما عرف ابن خالته من صوت رجليه، بص يعني من صوت اقدامه على الارض كده عرف انه ابن خالته، مدى العلاقه يعني. تعرف طبعا قلنا المكفوف بيعتمد ايه؟ بشده على حاسه السمع يعني. كمان سلام ضاحك، فاكر، ويتعانقان، والصبي وابن خالته مالهم؟ يخلوان الى بعضهما عندما يذهب الشباب الى درس الايه؟ درس الامام. وبالتالي على فكره بقى تغير حال الصبي ماديا ومعنويا، وهو ده بقى موضوعنا في الفصل اللي جاي اللي هو التاسع بقى. يعني الفصل الثامن اللي احنا قلناه دلوقتي كان بيدرس المجيء ابن خالته بس، لكن الفصل التاسع بقى سيسهب كثيرا في تغير العلاقة، تغير الحياة المادية والمعنوية. تعالوا بقى عشان الفصل كده بقى انتبهوا كده بقى، صلوا على النبي بقى كده. الفصل التاسع ده بقى ايه؟ عايز تقسيمة حلوة كده. بص هنقسمه الاول ايه؟ تغير حياة الصبي المادية وقاعد يحكي، وتغير حاجات الصبي وتغير حياة الصبي المعنوية ويقعد يحكي، واخيرا اجازة الصيف. طب نمسك واحدة واحدة كده بقى. لا، تغير حياة الصبي المعنوية هندرس فيها ايه؟ درس النحو ودرس المنطق والشيخ القديم والشيخ وصاحب الفرجية اللي قدامك ده، يعني اللي قدامك ده اللي هندرسه، تمام كده؟ تعالى نمسك كل واحدة على حدة بقى كده. تعالى نقرب كده من كل واحدة.
بص يا سيدي صلي على النبي، ادى تغير حياه الصبي الايه؟ المعنى الماديه الاول. ادى تغير حياه الصبي الماديه. بص، هجر مجلسه في الغرفه، ما عادش بيقعد في المجلس ده ومضطر اليه. كان الصبيان يلهوان بالحديث والقراءه، صح؟ ده في الغرفه. بص احنا بنقسمها غرفه وازهر وطعام وطريق، كل ده اتغير. في الغرفه ما عادش بيقعد في المجلس اللي هو كان بيقعد فيه، قعد يلهو ويعبس ويتحدث ويقرا. كمان عارف الربع اكثر مما كان يعرفه، والخلاصه عاش جهرا بعد ان كان يعيش سرا. ادى الغرفه. طب في الازهر، في الازهر لو لم يعد مضطرا لحضور درس الفجر، فاكر اللي هو درس الحديث يعني، لو على فكره كان بيحضره كده بس علشان ايه؟ على بال ما اخوه يخلص يجي ينقله درس الفقه، يعني درس الحديث ده ما كانش فرض عليه. المهم ان هو كان ايه؟ لم يعد مضطرا لحضور درس الفجر، لم يعد مضطرا لرجوع البيت بعد انتهاء الدروس، ده كان فينا شباب في الازهر. الطريق بقى اتغير اخر، يتحدثان بالايه؟ بالجد واللهو. كمان يسلكان الطريق الذي كان يسلكه اخوه، لكن احيانا كانوا ينحرفان عن الحاره القذره الى حاره كده اسمها حاره الوطويت القذره، ويمشي في طريق تاني يعني، يزوران سيدنا الحسين ويقروا الفاتحه. هو كان الصبي حتى يتعجب يقول لك لم ادري لماذا اقرا الفاتحه. الطعام كان جرايه الازهر. يعني ايه جرايه الازهر؟ هو كان الازهر زي التغذيه كده، التغذيه ان الازهر بيصرف وجبه مجانيه لمين؟ للطلاب. واخيرا الاكلات اللي كانوا بياكلوها بقى، مش شرط يا جماعه تحفظ كل اكله بقى، وكانوا بياكلوها بكام والقرش بكام ونص بكام، بطاطس ساذجه يعني، لا المفروض ان انا اعرف ان هو كان مجموعه اكلات كده بياكلها زي البليله والهريسه والبسبوسه والتين والفول النابت. وكان اكترهم اكتر حاجه بيحبها الصبي في الوقت ده اللي هي البليله، عشان كان بيحبها في البلد، وعشان لما كان بياكلها كانت بتنشطه، لان السكريات كانت بتنشطه لحضور الدرس. ده تغير حياه الماديه في الغرفه، تغير حياه الصبي الماديه في الغرفه وفي الطريق وفي الازهر، وهي شباب والطعام. تمام، ده الجزء الاولاني من الفصل التاسع. نيجي بقى للجزء الثاني اللي هو تغير حياه الصبي المعنويه، نقصد بالمعنويه يعني العلميه يعني. هنقسمها لدرس النحو ودرس المنطق، وبعدين اجازه الايه؟ اجازه الصيف دي اللي هي نهايه الدرس تقريبا يعني، نهايه الموضوع يعني. بص يا سيدي، درس النحو كان بيحضر درسين، خلي بالك كده الصبي واضح انه حضر دروس كتيره في النحو. يعني كمان شويه هنعرف في الفصل 11 انه حضر للمرصفي، وبرده بعض الكتب قال لك انه حضر حاجه اسمها شرح الطائي، وهو كان بياخد عند درس الفراجيه، يعني بياخد اربع دروس نحو. بص كده تعالى معايا. الشيخ الجديد القديم اللي هو قديم في السن جديد في الدرجة، كان عنيف الطبع يشتم ويضرب بالحذاء، أتم شرح المنهج سريعا يغني الإعراب بصوت مضحك. الرجل العجيب ده اللي كان رجل كبير في السن وكان لسه حاصل على العالمية جديد، وكان يحتفظ بلهجة الصعيدة، كان رجل عنيف جدا لا يسمح بأي جدال أو أي نقاش مع الطلاب، وده يدل على تنوع الأساتذة. يعني تلاحظ مثلا الشيخ بخيت مثلا في درس الفقه كان يسمح للطلاب بالجدال وبالنقاش، فكان يتأخر أخو الصبي عليه لو تفتكر. كان الأستاذ الفقه اللي كنا لسه قايلينه من شوية اللي كان بيميل إلى النقاش والجدال، وكان يضطر الطالب أن يسمعه، ده أستاذ الفقه. أيضا هناك بعض المعلمين اللي كانوا يشرحوا بطريق واحد، هم يصبون العلم في رؤوس الطلاب صبا، اللي هو زي الشيخ الإمام محمد عبده. لا، الإمام محمد عبده كان بيسمح بالجدال ويفحم الذين يناظرونه ويجادلونه. المهم أنه كان هناك أنواع متنوعة من الأساتذة، منهم بقى الرجل العنيف ده اللي كان لم يسمح للطلاب بالأسئلة، وكان إذا سأله أحد إما يشتمه وإما يلكمه، وإن كان بعيد عنه كان يقذفه بالحذاء، فكان رجل عنيف جدا يعني. صاحب الفرجية كان برضه بيحضر له، خلي بالك، يعني الصبي كان بيحضر لهذا الرجل الذي يشرح النحو مما يعرف بشرح الكفراوي، وهو كان سمع قبل كده كتير قوي عن شرح الكفراوي، فعشان كده حب انه يسمع شرح الكفراوي، فكان الفتى الازهري واصحابه كانوا يقعدوا يتحدثوا عن صعوبه اشكالات الكفراوي وعن مش عارف ايه، فكان هو يحب قوي الحاجات الصعبه دي انه يحضرها يعني، بالاضافه بقى لطريقه هذا الرجل العجيبه اللي كان بيعرف بسم الله الرحمن الرحيم بتسعه اوجه، وكان يغني الاعراب بصوت مضحك، وكان يعني يعرف بهذا الاعراب المتصل الطويل الذي يجذب انتباه اي انسان، فكان الصبي يلهو بدرس النحو فين؟ في درس هذا الرجل العجيب الذي كان يشرح النحو بهذه الطريقه العجيبه، وكان يتعلم من صاحب الفرجيه قلنا، لان هو ده كان الاستاذ اللي كان هيدرس له الايه؟ النحو زي ما احنا عارفين، اللي هو بيدرس له اصلا. طب ليه كان بيحضر لصاحب الفرجيه؟ ارضاء لاخيه، لان اخوه كان بيقول له لازم تحضر له، بالاضافه ارضاء لنفسه، لان هو كان كمان بيفهم من هذا الايه؟ من هذا الرجل اللي هو اسمه اللي هو بتاع صاحب الفرجيه. طيب درس المنطق بقى ده اللي كان عجيب جدا لو تفتكر يعني، كان الكتاب اسمه متن السلم للاخضري،
والاستاذ ليس بارعا طبعا ولم يحصل اصلا على الايه على العالميه، وكان عنيف لكنه لم يكن يضرب. فاكر ليه؟ لانه لم يكن اخذ الاذن مع لم يكن اخذ العالميه التي تعطي الاذن بالايه بالشتم والضرب. حسين طبعا بيسخر من هذا الامر يعني. يعني الراجل اللي هو اللي كان الجديد القديم ده، خلي بالك في فرق ما بين الجديد القديم والمجدد المحافظ، بالله عليكم انتبهوا. الجديد القديم اللي هو الشيخ اللي كان بيضرب بالجزمه ده، لكن المجدد المحافظ اللي هو الشيخ صاحب الفرجيه. فهمت الفرق؟ المهم ان صاحب المنطق ده بقى ما كان ايه؟ استاذ المنطق ده ما كانش استاذ اصلا ولا حصل على العالميه، لذلك ما كانش يقدر يضرب زي مين؟ زي الشيخ اللي حصل على الايه؟ على العالميه. طبعا طب ليه ما كانوا بيحضروا هذا الدرس العجيب في المنطق رغم انه ما كانش فرض عليهم؟ كانوا في المغرب، حتى لو تفتكروا كانوا بيحضروا المغرب، كانوا بيحضروا ليقال عنهم انهم يحضرون هذا الايه؟ هذا الدرس، حتى يعني يفخروا يعني انهم بيحضروا منطق بقى، والعيال ايه؟ العيال بقى يعني افزاز يعني شطار يعني. ده عن اللي هو تغير حياة الصبي المعنوية، والدروس الأساسية كان بيحضرها زي ما هي. طبعا أجازة الصيف بقى، أجازة الصيف الحقيقة العام انقضى سريعا، والصبي مشتاق إلى الريف لكنه حاول عدم الرحيل، وكان يعني في سبب صادق وسبب متكلف. يعني هو كان فعلا بيقول أنه بيحب القاهرة، عشان كده ما كانش عايز يسيب القاهرة، هو فعلا بيحب القاهرة وبيحب العلم، لكن كان نفسه كمان يتقال عنه أنه زي أخوه بيضحي من أجل العلم، لأن لما كان أخوه ما بينزلش أجازة من الأجازات كان يقعدوا في البلد بقى يا سلام يمدحوا فيها، يمدحوا في هذا الأخ وصبره وجلده وعلمه، كان بيمدحوا فيه كتير قوي يعني. المهم في الآخر الصبي بيلاقي نفسه في القطار وراجع على إيه؟ على الريف، وبعد محطة ولا محطتين نسى القاهرة، وقعد يفكر بقى في الاستقبال الحافل اللي هيستقبله فين في الريف طبعا، لأنه فاكر أخوه الأزاري بقى لما كانوا بيعملوه خليفة وكانوا بيعملوه بقى هو العظيم القرية، فاكر هو بقى كان فاكر إن هم هيقابلوه بنفس الترحاب ده. تعالوا بقى نشوف الفصل العاشر اللي هو اسمه تمرد الإيه؟ تمرد الصبي. دي خلاصة الفصل التاسع كلها على بعضها قدامك اهيت عشان لو عايز تذاكر الفصل التاسع على بعض. بص يا سيدي، الفصل العاشر هنقسمه لمظاهر إهمال أدت إلى تمرد وأثر التمرد ده إيه. بص هو الفصل العاشر كده زي ما أنت شايف قدامك كده، إيه مظاهر إهمال الصبي؟ تمرد الصبي على إيه؟ تمرد على الأشخاص وعلى المفاهيم، خلاص كده؟ طب أثر تمرد الصبي على الصبي نفسه إيه اللي حصل؟ على القرية، على أبيه. دي الرؤية العامة، دي الرؤية العامة للفصل زي ما احنا متعودين، لازم تكون عارفة لأن الفصل ده فيه تفاصيل كتير وفيه كلام كتير. تعال نشوف الأول كده أول حتة اللي هي مظاهر إيه؟ ها؟ مظاهر إهمال الصبي. يعني الصبي إيه الدليل إن هم كانوا مهملين للصبي؟ تعال نشوف. بص يا سيدي، لم تكن الأسرة بقى، بالنسبة للأسرة لم تكن قد أنبئت بعودتهما، ده يكفي كده يعني. ولم تنتظرهما بالعشاء المألوف، يعني ما كانوش يعرفوا انهم جايين اصلا ولا عاملين عشاء، ولم ترسل لتلقيهما عند نزول القطار، ما فيش حد مستنيهم في المحطه. اضيع على الصبي انه كان ايه؟ سيستقبل مثل اخيه، سيستقبل مثل دي، سيستقبل مثل ايه؟ مثل اخيه، ونام متغاظ جدا. ولم ترسل لتلقيهما عند نزولهما من القطار، دي مكرره معلش. ونام الصبي يكتم في صدره ايه؟ غيظا، ومضت الحياه كما هي كانه لم يتعلم في الاصل. يبقى الأسرة يا جماعة تاني، الأسرة إيه مظاهر إهمالها؟ كانش حد يعرف إنه جاي، ما حدش عمل له عشاء، تمام، وما حدش بعت حد يستقبله على القطار، ونام متغاظ من هذا الموقف كأنه راح ما تعلمش في الأزهر ولا حاجة. طيب أهل القرية بقى قال لك طب هو صبر على فكره، هو نام وقال لك طب الصبح بقى اكيد بقى لما امشي في القريه العيال بقى يقعدوا يتلموا حواليا يقولوا انت درست ايه بقى، ويستقبلوه باحتفال بقى كبير بقى راح درس في الازهر يعني. وجد نفسه ما زال مضطر يقبل يد سيدنا، ما لقاش حاجه اتغيرت، لأنه هو بيروح للكتاب وبيبوس ايد سيدنا رغم ان هو ايه بقى في نفسه اكثر علما من سيدنا، هو فعلا بقى اكثر علما من سيدنا كمان، بقى مضطر يذهب الكتاب يقعد هناك. يعني هو انا ايه كتاب ايه بقى ده؟ الواد بقى درس في الازهر، كتاب ايه اللي هيرجع لها دي؟ ها حتى التلاميذ اللي في الكتاب ما فيش حد كلف خاطره يساله انت درست ايه؟ طبعا العيال مش في دماغها ولا حاجه، ولا عارف مين اصلا راح ازهر ولا درس ايه ولا الكلام ده كله، هو كان نفسه حد بس ينكشه كده عشان يحكي له. بيقول لك لو كان حد سالني كنت قلت كتير، كنت قلت كلام كتير يعني. اهل القريه بقى كمان، اهل القريه ما فيش حد فيهم جه يسلم عليه وهو في البيت، ولما كانوا يشوفوه ماشي في الشارع كان يكتفي بقوله ها جئت كها انت ذا، لا ده انت اهو بس كده. لكن نبره الصوت اتغير خالص لما يجي ايه يساله عن اخيه الايه الازهري. يبقى دي يا شباب عرفنا مظاهر اهمال اهل الايه اهل القريه. طبعا ايه بقى النتيجه؟ النتيجه ان الصبي كده فهم انه ايه، ها فهم ان هو لم يعد ان هو ملوش شان، يعني هو
فهم كويس قوي ان هو شأنه ضئيل ولم اهو. الحته الاخيره اللي انا قلتها نتيجه ذلك كله استقر في نفسه انه قليل الخطر ضئيل يا شباب ضئيل الشأن. طيب نيجي بقى ل يعني تمرد الصبي. الصبي تمرد على ايه زي ما قلنا؟ الصبي تمرد على اشخاص وعلى ايه؟ على اشخاص ومفاهيم. مين الاشخاص اللي تمرد عليها بقى؟ بص يا سيدي، ابوه. فاكر قصه دلائل الخيرات؟ اكيد عارفها. لو مش عارفها اقراها طبعا، هقولها بسرعه بس انت اقراها يعني. ها، دلائل الخيرات ده الكتاب كان بيقرا فيه، وكان بيتجاوز احيانا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم الى درجه من التقديس. فالصبي طبعا قال انه ده حرام، واعترض على ابيه انه بيقرا هذا الكتاب. كمان الصبي تمرد على الشيخ عطيه، الشيخ عطيه والشيخ محمد ابو احمد والقاضي وكاتب القاضي، كل دي كانوا شيوخ وكان لهم يعني اثر في القريه كبير. هو الصبي شاف نفسه بانه اكثر علما من هؤلاء الايه؟ من هؤلاء الشيوخ. تمرد الصبي على المفاهيم. ازاي يعني؟ حرم التوسل بالانبياء، استهزأ بكرامات الاولياء، استهزأ بكرامات الاولياء. خلي بالك كرامات الاولياء الناس بتخترعها من دماغها مش بالاولياء نفسهم طبعا. وطبعا انكر كثير مما يعرفه من اهل الايه؟ القريه. طب ده اثره ايه بقى؟ على الصبي غير مكانته المعنويه في الاسره، يعني استطاع انه يجذب الانتباه ليه كويس قوي اهو. ولم تقم الصله على الرحمه والاشفاق، ما حدش بيطبطب عليه صعبان عليه يعني. هو كانت دي حته مهمه قوي عنده، ان ما حدش يشفق عليه ولا حد يطبطب عليه، لا هو كان عايز يتعامل معامله طبيعيه نديه كمان. اهو عوده الصبي للازهر بعد انقطاع تهديد ابوه، لان احنا عرفنا ان ابوه كان هدده ان هو يرجعه للازهر تاني اذا هو استمر في هذا الايه؟ الكلام معاه هو اللي هو بتاع كتاب دلائل الايه؟ الخيرات. عشان كده قلت لك ابقى اقرا حكايه دلائل الخيرات دي. يبقى اذا ده اثر هذا التمرد على الصبي. طب اثره على القريه بقى؟ طبعا اهل القريه لما سمعوا الكلام ده من الصبي غضبوا منه غضبا شديدا، وصفوه بالضال المضل، قالوا انت ضال مضل. شغل الناس في القريه والمدينه الحديث عنه، كل دي مظاهر نجح فعلا يجذب الايه؟ الانتباه. لكن ابوه بقى رغم ان كان بيبقى حاضر المشادات الكلاميه ما بين الصبي وما بين اهل القريه، الا انه كان، ورغم ان كان الكلام اللي بيقول الصبي مش على هوى الاب، لانه بيتكلم برضه، ما هو الراجل بيؤمن بما يؤمن به اهل القريه من كرامات الانبياء وكرامات الاولياء وغير ذلك. فلذلك كان هذا الكلام يؤذي الاب في عقيدته، لكن كان منظر الصبي وهو يحادث ويجادل ويناقش ويتلو القران وياتي بالاحاديث، فكان هذا يسعد اباه جدا، وكان يحب ان يرى ابنه غالبا لا ايه؟ لا مغلوبا. ده عن الفصل اللي هو الايه يا شباب؟ العاشر. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. نيجي بقى لاهم فصل انا بعتبره بصراحه في الجزء الثاني من قصه الايام، وهو الفصل الحادي عشر. الفصل الحادي عشر من الفصول الطويله اللي يجب الاول برضه نشوفها رؤيه عامه، ثم تفاصيل مهمه، ثم تفاصيل التفاصيل هتيجي ان شاء الله زي ما قلنا بالقرايه. هنقسم الاول هذا الفصل الى التقسيمه اللي قدامنا دي. صلى على النبي بقى كده وانتبه. هو ايه عباره عن الفصل كله؟ عباره اهو قدامك الاربع نقاط الاساسيه دول: الشيخ شنقيطي، الشيخ المرصفي، اتصال الصبي بالادب، محنه شطب الصبي. دول الاربع نقاط اللي هنتكلم عنهم النهارده ان شاء الله. في الشيخ الشنقيطي هنتكلم عن ايه؟ عن سماته وثقافته ودرسه واتصاله بالشباب. في الشيخ المرصفي برضه نفس الحكايه تقريبا، عن درسه واتصاله بالشباب وسماته، هنزود عليها حاجه اسمها منهجه وعلاقته بالصبي واثر المرصفي في الايه؟ في الصبي. تمام كده؟ نيجي بقى للمعلقات. عفوا، نيجي بقى لاتصال الصبي بالادب. كان اتصالا مضطربا كما احنا عارفين، اتصال مضطرب جدا، وكان ما ليش خطه. كان الصبي يعني يحفظ ما يحفظه اخوه، يعني اللي اخوه بيعمله هو بيعمله. حفظ معلقتين لو تفتكروا، وكتاب صناعه الانشاء قراه، قرئ يعني، كان اخوه بيقرا الحاجات دي بصوت عالي وهو معاه بيشاركه خلاص. كتاب نهج البلاغه، مقامات الحريري، مقامات الهمزاني، قصيده ابي فراس، ولها قصه مهمه جدا قصيده ابي فراس اللي بتكشف جهل الاخ الازهري بالادب. يعني الصبي كان شايف ان الادب ما ينفعش خالص فيه ان هو يحفظ كالفقه اللي هي الفنقله، فان قيل يقال، فان قيل يقال، وخلاص على كده وحفظ وخلاص. لكن الادب محتاج ذكاء، محتاج تذوق، محتاج نقد. لكن الفتى الازهري كان متعود على ايه؟ على الحفظ بس. وكان حتى ذكر موقف يفهمنا قد ايه الفتى الازهري ده كان حفظه بس. لما حفظ دارا لست فيها، كانت مكتوبه كده في القصيده، دارا لست فيها. هو اراها ازاي الفتى الازهري؟ دار الست فيها. يعني انت عارف الالف التنوين دي راح ضاممها على مين؟ على لستي، فبقت الست، فاراها دار الست فيها. فايه دار الست فيها ديت؟ مفيش حاجه اسمها كده. هو كلمه الست دي اصلا كلمه ايه؟ كلمه عاميه. فطه حسين استغرب، يعني هو عارف ان بعض الكلمات العاميه ظهرت في العصر العباسي الثاني، لكن مش لدرجه ان ابي فراس الحمداني يقول دار الست فيها. فعلم بعد ذلك صحه البيت، هو دارا لست فيها. طب لماذا ضرب طه حسين هذا المثال؟
ليدلنا على مدى السطحية والسذاجة التي كان يتعامل بها الفتى الأزهري مع الايه مع الأدب. لكن الميزة اللي كانت في الموضوع انه تحصل عمال ايه يسمع وعمال يحفظ مع مين؟ مع اخوه الأزهري. فحفظ حفظ معلقتين وحفظ او قرأ او سمع كتاب صناعة الإنشاء ونهج البلاغة ومقامات الحريري ومقامات الهمزاني، وحفظ مقامات كتير على فكرة، وكمان قصة أبي فراس الإيه الحمداني. لكن في النهاية كان اتصال الصبي بالأدب اتصالا مضطربا غير مخطط له، رغم أن طه حسين قلت لك بقى بعد كده إيه عميد الأدب العربي. عشان كده بقول لك الفصل ده مهم، لأنه بيتناقش أو بيقول أهم حاجة في طه حسين، وهي الإيه علاقته بالأدب. الشيخ الشنقيطي بقى والشيخ المرصفي، تعالوا بقى ايه نروح كده الناس ديت ونقرب كويس شويه من ايه من الشيخ الشنقيطي. الشيخ الشنقيطي كان برضو حد الطبع، فاكر الراجل اللي كان بيضرب الناس بالجزمه ده وبيزعق لهم ومش عارف ايه؟ فالشيخ الشنقيطي كان حد الطبع، بس كانش بيضرب يعني، هو كان بس حد الطبع عنيف يعني، سريع الغضب، ينطلق لسانه بما لا يطيق من القول، فكان شديد جدا وشتام يعني، فكان يشتمهم يعني. ثقافه الشيخ بقى كان لا الراجل ده كان علامه بقى، كان حافظ للغه والحديث يعني، فيش ليس له ضريبا يعني، ليس له مثالا يعني، او ليس له شبيه يعني في مساله حفظ اللغه والحديث. كان يملك مكتبه غنيه بالمطبوعات والمخطوطات، عنده مكتبه كبيره جدا، كثير الرحلات الى الاندلس والمدينه المنوره يعني والقسطنطينيه، له اراء شاذه. لو تفتكر رايه في صرف كلمه عمر، والقصه دي برضو لازم تعرفها، يا ترى كلمه عمر هو كان يرى انها مصروفه بمزاجه كده، كان يرى درسه بقى كان بيدرس ايه الشيخ ده المعلقات اللي هو حفظ منها الصبي واخوه ايه معلقتين. اتصال الشباب به مش كده، كان في الاول طبعا اقبل هم الشباب دول عادتهم كده يقبلوا قوي بعدين ايه يعرضوا يعني. اقبل الشباب في البدايه يسمعون شرح المعلقات، لكن وحافظوا المعلقتين اللي احنا قلناهم وانصرفوا عنهم كايه كعادتهم. ده بالنسبه للشيخ الايه شباب الشيخ الشنقيطي. لكن الكلام بقى يطول عن الشيخ المرصفي رحمه الله عليه. اولا درسه كان بيدرس ديوان الحماسة لأبي تمام، يعني الدرس اللي كان بيدرسه الإمام أو الشيخ المرصفي اسمه الحماسة لأبي تمام، تمام؟ طيب اتصال الشباب بقى بيه، فتنوا بالشيخ في البداية، فتنوا بيه يعني حجبوا بيه قوي يعني، ولدرجة إن هم اشتروا الديوان اللي بيشرحه ده، وأخوه عملوا بجلدة نظيفة كده واشترى له شرح التبريزي وبتاع، وأعرضوا عن الدرس ولم يروا فيه جدا يعني، شوية كده ولقوا بقى الشيخ بيقول بقى حاجات عجيبة كده هما مش فاهمينها، فبدأوا يعرضوا عن الدرس ولم يروه جدا، لأن طبعا الدروس دي بالنسبة لهم دروس إضافية يا شباب. ما احنا لازم نفهم يعني ايه أعرضوا عن الدرس يعني، هم المادة يعني كان بالنسبة لهم دراسة الأدب ودراسة الشعر ما كانتش أساسية في الحصول على العالمية، هي كانت ممكن تحسن الدرجة يعني، بدل ما ياخدها من الدرجة الأولى من الثانية ياخدها من الدرجة الأولى مثلا، فاهمني؟ لكن هم كانوا بيعملوها كنوع من الرفاهية الزيادة يعني، لذلك لما ما عجبهمش الدرس كان إيه؟ عايزين يسيبوه يعني. ساء ظن الشيخ بهم وأخذ يسخر منهم بشدة، طبعًا أنت عارف قلت لكم هم متعودين على إيه؟ ما هو الصبي كان مهد لكده بحكاية قصيدة أبي فراس اللي كنت بحكي لك من شوية، إن هم كانوا متعودين على الحفظ وبس. لكن الشيخ المرصفي كان الدرس بيحتاج الى تذوق ويحتاج الى نقد ويحتاج الى فهم ويحتاج الى وعي، فلذلك سخر منهم الشيخ ويأس منهم ان يفهموا هذا الايه هذا الادب. المهم من الشباب دول حاولوا الاستمرار معاه، لان الامام محمد عبده كان يوصي بالشيخ المرصفي، جمع لنفسهم مره واثنين وحضروا له غصب عنهم، ولكن لم يستطيعوا وانقطعوا عن الدرس وفضلوا شايهم في الضحى. طيب تعالى بقى نشوف بقى الصبي منهج الشيخ بقى في الشرح. تعالى نشوف بقى الشيخ كان بيبعت بيعمل ايه بقى، بيبدا بنقد للشاعر والراوي، نقد ينقد الشاعر والراوي اللي هو النقد اللي ما قبلهوش اللي هو الشباب ما عرفوش يتوائموا مع المنهج ده يعني. الشيخ المرصفي كان ماشي بالمنهج ده، عشان كده الشباب انفضوا من حوله. عمل ايه؟ بقول لك اهو، نقد للشاعر والراوي، امتحان في تذوق الجمال، كان بيمتحنهم يقولوا ايه رايك في الكلمه دي، عارف زي ما عندك في النصوص يقول لك اخطا الشاعر لم يخطئ الشاعر، ماذا ايهما اجمل ولماذا، فده طبعا مش مفهوم ملوش حفظ، فعشان كده الشباب دول كانوا بيتلخبطوا فيه كتير وحسوا ان هم خايبين، فعشان كده بداوا يبعدوا عنه. وبعدين بدا يقارن دايما الشيخ المرصفي بقى يخرج من الموضوع ده، ان شوف زمان كانوا ابو تمام ده من زمان يقول لك شوف قد ايه، يجيب هو بيجيب قصيده ثانيه من الواقع من اللي احنا عايشينه اللي هو عايش يعني، ويجيب قصيده لمين؟ بتاعت ابي تمام، ويقارن قصيدتين ببعض ويوري لك قد ايه القدماء دول كانوا احرار وكانوا مبدعين اللي هو ابو تمام نفسه، وقد ايه غليظ وقد ايه متجمد، ويبدا يهاجم بقى هجوم عنيف جدا على الشيوخ الازهر لدرجه احيانا كان يبالغ فيها يعني. الصبي نفسه قال انه احيانا كان بيتجاوز ايه؟ بيتجاوز فيها، لانه كان في النهايه كان يريد ان يحطم تلك القيود الايه؟ الازهريه. اذا الشيخ المرصفي كان متاثر حتى النخاع بتعاليم الامام محمد عبده، مش زي صاحب الفرجيه، صاحب الفرجيه كان مجدد ومحافظ، لكن الشيخ المرصفي كان ثائر جدا على القيود الايه؟ الازهريه. صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
طيب الرجل العظيم القوي ده التأثير في الشباب في الأزهر في الوقت ده بتاعه يعني اللي هو المرصفي، يا ترى ايه علاقته بالصبي؟ كيف بدأت علاقة الصبي بالشيخ وإلى أي مدى وصلت تلك العلاقة؟ تعرف عليه في درس النحو، يبقى ده أول علاقة لما كان الصبي بيحضر له درس النحو، كان الشيخ المرصفي بيشرح نحو من كتاب الزمخشري والصبي كان بيحضر له هذا الدرس، وطبعا يا ما سمع عنه بقى من مين؟ من الشاب الأزهري ومن أصحابه، فهو كان يعني يسمع عنه ولكنه كان يحضر له الايه الدرس. حفظ، كان بيحفظ كلام الشيخ حفظا، يعني ما كانش في المحاضرة الثانية كان يردد ويعيد على الشيخ كل ما قاله، كل كلام قاله الشيخ كان يقوله له ثاني، فجذب انتباه الشيخ، فأصبح الشيخ يقربه من مجلسه ويحدثه ويناديه باسمه، بل وصل الأمر أحيانا إلى أنه بعد الدرس كمان كان بياخد الصبي ويروح لغاية باب الأزهر وبعدين يقعدوا على القهوة وبعدين بدأوا يروحوا له البيت كمان ويقعدوا معاه، فتوطدت العلاقة بشدة بين الصبي ومعاه اتنين كمان، فكان مسموهم عصبة التلاتة اللي كانوا حوالين الشيخ المرصفي. لازم انت عرفت او قريت او سمعت او هتعرف وتقرأ وتسمع ان الشيخ المرصفي انفض الطلاب من حوله، يعني بعد ما كانوا بالمئات بقوا بالعشرات ولم يبقى حوله الا هؤلاء العصبة واتنين تلاتة كمان بيجوا يحضروا كده، وده بسبب ايه؟ بسبب طريقة المرصفي الشديدة في الشرح، وانه كان البيئة في الوقت ده هم الصم وبس ومفيش غير كده. فعلاقة الشيخ بالصبي ان اخذ عليه تعريضه بالامام محمد عبد، يعني هم على قد ما اعتبروه مثل اعلى ليهم لكن في حتتين كده وقع فيهم الشيخ قدام الطلاب، لما جديد شيخ الازهر فهو كان بيمدحه في قصيدة وكان بيدرس لهم القصيدة المدح الجميلة ديت، وبدأ يعني يتطرق الى ان الشيخ ده افضل من الامام محمد عبد، لكن هم طبعا يعني اعترضوا على هذا التفضيل وبدأوا من هم يحاولوا ايه يردوه الى رشده، يعني هو فعلا حتى كده بعد كده يعني استغفر واناب يعني وقال له والله ده الامام محمد عبد ده على دماغي وليه افضل كتير عليه. الحاجة التانية اللي أخذوها عليه اللي هو الموقف التاني اللي الصبي أخذوا عليه، لما شيخ الجامع نعرف في محنة الرفد من الأزهر ديت، لما شيخ الجامع أمره بأن هو ما يشرحش الدرس بتاع اللي هو اللي بيشرحه ده ويشرح من ابن هشام ويسيب الكامل للمبرد، يعني لا يشرح من كتاب الكامل المبرد ويشرح من المغني لابن هشام، لما الشيخ الأزهر أجبره أن يعمل كده هو سمع الكلام، وغير لما سمع الكلام وما زعلوش عشان سمع الكلام، هو زعل عشان لما جه الصبي يحاول ان يبدا في الهجوم على الازهر مره اخرى، فقال له المرصفي المقوله المشهوره لا لا عايزين ناكل عيش لو تفتكر. الجمله دي طبعا وقعت في نفس الصبي، ازاي انت عمال تعودنا على الحريه وعلى القوه وعلى الشجاعه وبعدين لما نيجي احنا نعمل نمارس الحريه والقوه والشجاعه تيجي تقول لنا لا لا عايزين ناكل عيش؟ فطبعا دول الموقفين اللي خدهم الصبي على ايه؟ على على المرصفي. طب الشيخ المرصفي ده كانت سماته ايه بقى من ناحيه يعني لو متقرب ليك كشخص كانسان؟ يعني اولا هو كان استاذ يتصنع وقار العلماء، كان تحصل يقول لك وكان ما بين الناس يعمل فيها استاذ يعني، لكن لما تيجي بقى تتعامل معاه انسانيا بعيد عن الدرس وبتاع تلاقي واحد تاني خالص، تلاقي اديب حر انسان، تلاقيه بقى كمان صابر راضي عفيف عفيف جدا، كمان بار بامه. فاكر قصه لما كان بيعشيها لما كانوا بيروحوا له البيت وهم يجدوا امراه محطمه وكانت كان المرصفي يدخل ويعشيها ويتاخر عليهم ويخرج لهم ببساطه ويقول عفوا تاخرت عليكم كنت اعشي امي، ده يدل على انه كان برا بامه، وكان يعني معلما ابنه تعليما ممتازا، كان ليه ابن كده كان بيعلمه تعليم جيد جدا، وكان ليه بنت بيدللها تدليل رائع، فكان بالنسبه لامه كان يبر بها وبالنسبه لابنائه كان يرعاهم رعايه حسنه، رغم انه كان فقير جدا، يعني كل هذه الصفات البراعه والذوق والبر والتعليم الممتاز كل ذلك كان في المرصفي، رغم انه كان فقير جدا، كان يدوبك مرتبه لا يصل الى 2 جنيه ونص ايامي، يعني كان على نص الشهر بيخلص يعني، ومع ذلك كان لا يتهافت او يفعل ما يفعله العلماء من التهافت اثناء قبض المرتب، بل كان يعطي خاتمه لاحد يقبضه حتى لا يقف في هذا الطابور، كان ايضا ليس من هؤلاء الذين يسعون عند الشيوخ لنوع من النفاق يعني عشان ياخذوا المناصب وغيره، لا لا لكن خالص كان انسان معرض عن ذلك كله، فعشان كده بقى كان ليه تاثير عظيم جدا في نفوس الطلاب، وكان ياخذونه مثلا اعلى زي ما هو طه حسين كمان اثبت ان هو كان مثل اعلى. فلذلك أصل الأثر المرصفي هو نقد الأزهر والثورة الشديدة، طبعا الثورة الشديدة على الأزهر، هجاء الشيوخ
وادى الى عفوا عفوا. هو هنا بقى بيقول ايه اصل المرصفي في الصبي، انه خلى الصبي يعمل ايه بقى، ينقض الازهر ويصور على التقاليد، خلاه يصل لدرجه هو والعصبه الثلاثه بتاعه يالفوا قصائد في هجاء الشيوخ، ووصل قلنا لدرجه انه كان مثلا ايه اعلى. ناخد بقى حته هجاء الشيوخ ديت وننتقل الى اخر نقطه في الفصل ال 11. انا افتكرت قلت لك ايه الفصل ده، فاكر معلش نظره عم نرجع كده، فاكر كنت قلت لك هنعمل ايه في الفصل 11؟ كنا قلت لك هنتكلم في كام، ها، في الشيخ الشنقيطي واتصال الصبي بالادب والشيخ المرصفي، وكان اخر حاجه اللي هي ايه محنه شطب الصبي وعصابته وعصبته منين، من الازهر. دي كانت اخر ايه او اخر حته احنا اتكلمنا عن ديت. تعالوا بقى ان ايه ننتقل لمحنه الشطب بتاعت، عارف انت القصه اكيد، بس طبعا تعالى الخصها لك في صوره الخريطه الذهنيه الجميله اللي قدامنا ديت. بص يا سيدي، المحنه ديت يا ترى ايه السبب وايه رد الفعل وايه الحل؟ شايف السبب زي ما احنا عارفين ان هجوم الصبي واصحابه على الازهر، قصائد الهجاء في الشيوخ اللي الفوها، قراءه وتاليف شعر المجون، المجون اللي هو الفسق يعني والغزل الصريح والكلام ده يعني، والغزل في الازهر، وشايه الطلاب بهم عند شيوخ الازهر، وشايه يعني نقلوا بقى فتنوا عليهم يعني. طيب بعد كده بقى، طب بعد السبب ايه بقى رد الفعل بقى؟ رد الفعل، بص رد الفعل لما اتشطبوا يعني، لما حصل الكلام ده وشايه الطلاب، وعارف بقى جابوهم في الاوضه والحجره الشيخ الازهر، وشيخ الازهر قال قدام الطلاب اللي عملوه، اللي هو الطالب حكى اللي عملوه، شيخ الازهر قال لهم ما انا كرتوش، فشيخ الازهر امر بشطبهم الازهر. طب رد الفعل ايه بقى؟ بص الفتى الازهري قال له ايه فاكر؟ لم يلومه وقال له انت وما تشاء، انا حذرتك كتير وانت ما سمعتش الكلام. طب الشيخ المرصفي بقى لما عرف ان هو منعه، شيخ الازهر لما شيخ الازهر منعه من التدريس في في مكان ظاهر ونقله جوه في الجامع، علشان دي كانت يا اولاد من ضمن التكريم، مظاهر التكريم للاستاذ انه يشرح في مكان متميز في الازهر، في جامع الازهر. لكن من ضمن العقاب بقى اللي نزل على المرصفي ان نقله من المكان المتميز لمكان جوه خالص محدش يشوفه فيه يعني. دي واحد. اتنين، قال له ما تشرحش كتاب الكامل المبرد وتشرح كتاب ابن هشام. تمام كده، دي الحاجتين دول. فطبعا المرصفي في البدايه غضب غضبا شديدا، ده حتى قطع المحاضره كمان بتاعته يعني، هو بيحاضر لسه اللي هو الراجل الفراش ده راح ناديله وبتاع مش عارف ايه. فالشيخ المرصفي بدا يتريق على شيخ الجامع، كان شيخ الجامع الدخ في السين لو تفتكره، كان بينطق السين ثين يعني، انت عارف في ناس كده عندهم الايه هذا العيب في النطق يعني. فالشيخ ده الشيخ بتاع الجامع ده كان من بلد اسمها سرياقوس، وسرياقوس ديت بلد مشهورة قوي ببيع العسل الاسود. فالشيخ المرصفي عايز يتريق بقى على شيخ الجامع، قال ايه ده، ده الراجل ده ما ينفعش المشيخة الازهر، ده احسن له يبيع عسل اسود في ثرياقوث. هو هو طبعا قصد طبعا يتريق عليه وينطق هذه بالطريقه ديت، ان هو يقول يبيع عسل اسود في ثرياقوث عشان يعني ايه يتريق عليه. لكن في النهايه هو سمع الايه، هو سمع الكلام ده، أثروا على مين؟ في الأول غضب لكنه التزم بقرار الإيه؟ الشيخ. أصحاب الصبي بقى لما عرفوا إن هم اترفضوا عملوا إيه؟ أسقط في أيديهم. ده هذه جملة تقال عند يعني الشعور بالفشل والعياذ بالله، فأحدهم اعتزل حتى تهدأ العاصفة، واحد فيهم كده راح قاعد خالص بعيد عن الأزهر، وقاعد يلف في الجوامع اللي حول الأزهر شهر ولا اتنين لغاية ما تعدي المحنة ديت. إنما التاني استغاث بأبيه عشان يجي يحل له مشكلة. طب والشيخ شيخ الأزهر اللي هو قرر شطبهم عرفنا، طب والصبي بقى؟ يمين رد فعل الصبي أو انتبه، ظل على عناده، ظل على عناده، وكتب مقالا ليهاجم فيه شيخ الإيه؟ الأزهر، المقال المشهور اللي عرفنا إنه كان عند أحد رؤساء التحرير، اللي هو في النهاية توسط وعرف الحل أهو بقى، إن رئيس الجريدة ده علم أن الشيخ الأزهر لم يكن قد شطب إيه؟ شطب أسمائين. فالحقيقة دي كانت آخر موقف في الجزء الثاني، وده كان ليه محنة شطب الصبي وعودته مرة أخرى إلى الأزهر. عرفنا السبب وعرفنا رد الفعل وعرفنا الإيه يا شباب الحل. الحقيقة ده كان يعني ده ملخص أول فصل ال 11 كله على بعضه، عشان لو عايز يبقى خريطة تجمعه كله في مكان واحد. الحاجة الجميلة بقى اللي في الآخر اللي أنا الحمد لله ربنا قدرني أعملها لكم وقلت أختم بيها هذا الجزء، هي التجميعة جميلة، هي تجميعة الكتب برضو ما كانتش موجودة في الكتاب الأولاني اللي انتوا نزلتوه، ممكن تلاقيها دلوقتي موجودة في الكتاب الثاني، واللي مش عارف ينزل الخريطة ديت هيلاقيها عندي على صفحتي على الفيسبوك. دي تجميعة جميلة قوي، لأن لقيت كثير من الطلاب بيشتكوا إن الكتب أسماءها كتير يا أستاذ وتتداخل في بعضها. تعالى يا عم الخريطة الذهنية تقضي لك على مسألة التداخل دي فورا أهو،
بص الكتب اهي، انا هقولهم كده عامه، وكل كتاب اقول عليه كلمه ولا اتنين دي بسرعه كده، وانت برضو ايه تحاول انت تمسك الخريطه دي وتقول عن الكتاب لوحدك. يعني فاكر كتاب دلائل الاعجاز ده؟ انا عارف ان كتاب ناس كتير ممكن ما تاخدش بالها ايه دلائل الاعجاز ده، بتاع ايه يا استاذ ده؟ ده اللي كان الامام محمد عبده بيشرح منه. برافو، ايوه كده اللي عارفه كويس طبعا. مراقي الفلاح على نور ايضاح لسه قايلينه، اللي هو كان بتاع صاحب الفرجيه اللي كان بيشرح لهم منهم الايه منه الفقه، او بيشرح الموضوعات اللي جواه يعني، بس من كتب اخرى يعني. شرح الكفراوي قلنا ده كان فيه اشكالات وكان فيه كلام كتير بيهم الصبي وكان كتاب صعب، واللي كان صاحبنا الرجل اللي هو الجديد القديم ده اللي كان بيضرب بالجزمه ده كان بيشرح منه النحو. متن السلم للاخضري لو تفتكر ده الكتاب اللي كان بتاع الرجل اللي كان بيدعي الاستاذيه المنطق وما كانش حاصل على العالميه وكان بيشرح لهم منهم المنطق وما كانش بيعرف يشرح اصلا. كتاب دلائل الخيرات اللي هو بتاع ابو الصبي لما كان في تجاوزات في تقديس النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، والصبي قال له ده حرام وده شرك بالله. صناعه الانشاء ونهج البلاغه ومقامات الحريري، كل دي كتب، ومقامات الهمزاني والمعلقات وقصيده ابي فراس، كل دي كتب اللي كان الصبي بيتصل بها اثناء ما كان الفتى الازهري يحاول دراسه الادب. لكن حماسه ابي تمام بقى، ايوه حماسه اللي كان بيشرحه لمين؟ الديوان اللي كان بيشرحه الشيخ المرصفي. الكامل المبرد اللي كان برضه بيشرحه الشيخ المرصفي اللي الشيخ نهاه عن دراسه الايه هذا او عن تدريس هذا الايه هذا الكتاب. الزمخشري اللي كان بيدرس فيه النحو، لو تفتكروا الصبي كان بيدرس النحو مع المرصفي من ايه من كتاب الزمخشري. وشرح الطائي ايضا احد كتب النحو التي كان يدرسها الصبي، يبقى الصبي درس النحو اربع مرات زي ما قلنا، مع الشيخ الجديد القديم ومع الشيخ المجدد المحافظ ومع الشيخ المرصفي في الزمخشري، ودرس ايضا شرح الطائي فدرس النحو اربع مرات، وده غير الالفيه كمان في الجزء الاولاني لو تفتكروا، يعني خمس مرات الفيه ابن مالك اللي كان في الجزء الاولاني لما الفتى الازهري دفع اليه ببعض الكتب يحفظها، وكان من ضمنها الايه الالفيه. يعني انت عايز كمان تعمل خريطه انت ذهنيه بقى الكتب اللي ذكرت في الجزء الاول، هي مش كتيره شويه، اللي هي بتاعت بقى السراجيه والرحبيه اللي هي الكتب اللي دفعها اليه الفتى الازهري عشان يحفظها. طبعا على راس هذه الكتب واولها واول كتاب درسه الصبي هو القران الكريم. طبعا ده اول كتاب درسه الصبي فين؟ في الكتاب. ممكن الله يجي سؤال ده يقول لك ايه اول كتاب درسه الصبي يعني؟ المهم التحرير للكمال ابن همام، فاكر هذا الكتاب الذي كان يسمع من الشاب الازهري ومن اصحابه الكثير منه، فاكر جمله الحق هدم للهدم، اي الحق هدم للايه شباب؟ هدم للباطل. فدي كانت تجميعه سريعه وجميله تمنع التداخل ان شاء الله وتذكرك، ومن خلالها تقدر تراجع الكتب وتشعر بانك باذن الله مسيطر على هذه المعلومات الكثيره في الجزء الثاني من قصه الايام. احباب الطلاب، يا رب يكون هذا الجهد وهذا الأمر قد خفف عنكم وحفزكم على المذاكرة، لأن الحقيقة أنا سمعت تعليقات جميلة قوي على طريقة الخريطة الذهنية دي من زمايلكم، أنها بتوفر الجهد من زمايلكم، تخشوا على صفحتي وشوفوا تعليقات زمايلكم على الخريطة الذهنية وعلى طريقة الدراسة بيها، أن هي بتخفف الجهد، بتوفر الوقت، بتشعر الطالب بالسيطرة، كمان طلبة بيقولوا كلام جميل او انها بتحفز على المذاكره، تحفز صحيح، لما بنلاقي الحاجه ممكنه وممكنه بسرعه وبوقت كويس ومش هتاخد وقت كتير يعني بتلاقيني بقبل عليها. اكيد الانسان يا جماعه لما بيلاقي نفسه هيعمل الحاجه باتقان بيقبل عليها، لكن مش لها ما قوي وكتل الكلام الكتيره ديت. يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الطريقه، ان شاء الله باذن الله تراجعوها. على فكره كمان من ضمن الاقتراحات الجميله ان ممكن قوي ليله الامتحان الخرائط الذهنيه ديت تتقلب كده، هتلاقيك انت بتراجع بقوه، يعني مش فاكر كلام كتير قوي لانها فعلا تلم الموضوع. فيوم الامتحان او قبل الامتحان بيوم كده من الممكن جدا ان يكون اعتمادك الاساسي على هذه الخرائط الذهنيه حتى تجمع شتات المعلومات وتشعرك بانك يعني على بصيره من امرك وانك تستطيع الاجابه بقلم واثق ان شاء الله رب العالمين. يا رب كده ان شاء الله شباب اسمع عنكم كل خير، وان شاء الرحمن الرحيم نلتقي سويا في مراجعات قادمه قويه باذن الله وجديده وعصرية وعالمية إن شاء الله رب العالمين. طلاب مصر يستاهلوا كل خير، ويا رب يوفقكم جميعا، وأدعو الله عز وجل لكم بالتوفيق، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.